ابن الروح القدس اللي على واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور وسيم. ايه السطحيه اللي احنا كنا فيها دي؟ بقول لهم ايه السطحيه اللي احنا كنا فيها دي؟ شايف الصوره اللي موجوده في الصوره المصغره حضرتك و ستات رجاله شباب شابات، هو ده الدردشه اللي طالعين بيها ويقول لك عامل علاقات نسائيه؟ الكلام فارغ. في فيديوهات سابقة قلنا إن الموبايل ما كانش معاه في فترة من الفترات بعد القبض عليه، واتفبركت له دردشة مع واحدة اسمها دينا، أو أكاونت فيك أصلا مش حقيقي، مع واحدة اسمها دينا. كمان الكتابة اللي كتبت في الدردشة فيك، ما تخشش في دماغ واحد فاهم دردشة أو فاهم علاقات إنسانية أصلا بتلاتة تعريف. ليه بقى؟ بناء على الكلام اللي هو أصلا ما كتبوش، واللي هو اتعمل ما بين طرفين هو مش فيهم، أو واحد عمل اتنين أكاونت، واحد باسم بناء شعي أو واحد باسم دينا. الله أعلم دينا دي حقيقية أصلا ولا لأ، بس الأكاونت ده فيك. فأنا ملاش دعوة بدينا الحقيقية، لينا دعوة بالفيك اللي اتكتب. وحشتيني جدا بقى الرد، وانتي كمان حبيبي، انت حبيبي. لما تكون فاضي كلمني. امتى؟ ممكن بعد ساعة الوقت. اوكي حبيبي، خلينا متفقين، خاصة الشباب اللي فاهمين الكلام ده ببساطة. يعني ايه حقيقي؟ ايه مشكلتكم مع كلمة حبيبي؟ حتى لو هو اللي كتبها، مع ان مش هو ابونا شعيل اللي كتب. ايه مشكلتكم يا جدعان؟ مفيش كلمة شمال في المحادثة، يعني حتى اللي حاول يزور ويلفق له ان هو ليه علاقة نسائية مكانش فيه كلمة شمال. والعلاقة حتى لو في علاقة نسائية ملهاش دعوة بجريمة القتل. ايه ده؟ يعني لا في كلام من الكلام الدارج والمضحك، ولا في حاجة قلة أدب، وفي نوع من المحبة طبيعي عادي، هذا ما فيهوش غلط. لكن لو في غلط كان يكتب حاجات شمال، حاجات طريقتها مش كويسة. ايه ده؟ هو هي دي الدردشة؟ هي دي الدردشة اللي واو غريبة أوي. الواحد بيسمع إن في ناس بتعمل بلاوي. يعني شفنا أحد المحافظين متسجل صوت كذا 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 بيقول كذا كذا كذا، وتم إقالته. في كلام يتقال عليه ان هو كلام علاقات نسائية، وفي كلام فارغ زي ده. ده اسمه كلام فارغ، ده ما يخشش في الخبرة العاطفية والإنسانية ولا أي حاجة. بتلاتة تعريف، وادي يا جدعان العلاقات الإنسانية النسائية اللي بيقولوا عليها أبونا الشعيبرية. ولو مدان مش دي اللي تدينه، فهو كده بريء، سواء بالنسبة للنقطة دي أو بالنسبة للقتل. وقابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور جوستين. رجع محبة، مشاركة الفيديو، عمل لايك وتعليق، واللي جديد على القناة ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا جزيلا لحضراتكم، وقابلكم في فيديو جديد.